السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم أسامة من قناة عراقيين كلوش. طبعا هاي الحلقة الثانية من سلسلة كلوش رويال، مثل ما تشوفون كوسي صارت 685 وصارت الأرينا الثانية، واستراتيجية غيرتها شوي، حصلت على شوية جنود مثل ما تشوفون هذا الصناديق هنا، ويصير الحين بدخل كلون. فمرحبكم شباب، وخلينا نبدأ معركة. شوف أول شي، طبعا ده لو كان صوت شوي منخفض حفر الدرام. طبعا اسف لو بس كنت شوي بحاول اركز على اللعب. خلنا نشوف اكثر عدد من اللايكات نوصل. جايب لي بي فلوس جدا ماسك كمان هنا. لا ده بيته مكان خطر، بس الفلوس البيك ال ده فلشة للأسف فلشة. الله هم بقى كل ما كتير حبي. طبعا ليش كل ما بدبلهم برانس يدبل فالكيرا حتى يوقف هجمته؟ ليش؟ الله فرش معفن. خل دمجنا شوي. دبلو ابن الذين. عشان صارت اللعبة أصعب شوي لأن صعدت المستوى. داش يقول يقول. جيت يا برنس. مثل هذا اوف اوف خيف له فورس. تعرف شوية ضربته اسرع فبيقتلهم. الله قوي بنفد دعسوا على طول. أعتقد حندعس في هذا الجيم. دعسنا البيتا. الله البندر حلو. عدا روكيت كان هون الحمد لله ضبيت بومبر انا. بلشنا على اول تاون هول. لا 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 بس حيفجر برج يا وسخ في اخر ثواني. حرام فجر في اخر 10 ثواني عادي. حب اشوفكم الهجمات اللي فزت فيها. لحظة اللي ساكت انتوا شوفوها. نبدأ بهذه الهجمة. سألت منها شوي. اعتقد حدد البرق. طبعا البرق اخذ 6 اشياء مرة كثير. طبعا بيك يقتل العملاق اسرع من ضربته جدا قوي. هذا الهجمة الحين هجمتها ولا لا؟
النبلة حطيت النبلة اللي هدمتها هذا عادي طبعا هجم انا الحين هجمت اظن تواجدنا طلع غيرها شوف وحده شويه شو هذولي طبعا فيهم بيظلوا يعني كده يتفرجوا عليك وانت بتهجم اخيك تفوزهم نزم كوسهم انا قلت له هذا موفقا هذا عشت بكل سهولة بل صافن علي ولا دب ولا شيء كده في خلاص بيجي من بعد هجمه وبهني النقطة جذر خصم وش ذا؟ رجعة اللعبة جعلها شبجد ذا علق الشغلي بسم الله وش هذا استغفر الله زلاق من الذين لا تلقي يا طول طلع فوزنا انا ما ادري تشفى ردك دوس كيفك نقول هذا موافق نقول له شكرا اول شي نذب له بومر نذب له نذب له الجوبلين سبير جوبلين نذب له الماس كتير وانتو طبعا البومبار استخدم الدفاع ذا بالقنبلة الفلور جزا بيك حق الاثنين هو بعد كيف قتلته هنا طبعا انتهى اعتقد راح ينهيني هو هنا بذبح الحين كوخ الجوبلين جوبلين رم جمع شوية تكسير شوف الله لا بس اسف لو سمس كثير لا ماني بيكا تشيس ذا بومر
بخلي الجد الحين. الله شلوه وش ذا؟ على أبوكم. بشوي 42. ايش ذا هو تنين؟ صوتوه انتو. الله انا بعد بزد لك بيتي. بس جد جد. اعتقد راح تنتهي تعادل النتيجة. خلص الغابة. الحين هي اللي داخل البرج. هدوم هدوم والله كتير. انت سويته لو يا ورع ايش ذا؟ كذا سحنا خلصنا يا شباب. وصلنا الفيديو، اتمنى انك ما تنسى اللايك والسبسكرايب. كان معك سامي من قناة تراقين كلاش. مع السلامة.